أهلا بكم. وثق مقطع فيديو أحدث ظهور للفنان الكويتي جاسم النبهان مع زوجته المغربية أثناء الإفطار في رمضان. وظهر في الفيديو النبهان وهو يجلس على طاولة وزوجته تعطيه طبقاً فيه تمر. وأبان الفيديو زوجة النبهان المغربية تقبل رأسه أثناء تناول الفطور، ثم حملت علمي الكويت والمغرب الموجودان على الطاولة ثم لوحت بهما. الجدير بالذكر أن مقاطع فيديو لزوجة النبهان المغربية المعروفة بأم يحيى أثارت جدلاً واسعاً بعد أن نشرت عبر حسابها في تيك توك مقاطع تجمعها مع الفنان الكويتي وطفل صغير قبل أن يتضح أنها زوجته.